السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انا اشوف ازاي ان انا اقدر من خلال الميتا كويست اعمل بث منه على الشاشة بتاعة الكمبيوتر اللي عندي، هاجي هنا على الكاميرا واضغط عليها، بلاقي ان انا ممكن وانا شغال اقول له تيك فوتو او ريكورد فيديو، واقدر ان انا اسجل الفيديو او اقول له كاستنج. هدوس على كاستنج هيبدأ ان هو يبث على الصفحة اللي موجودة على الصفحة ديت اللي هي اوكلوس ات كاستنج، تمام، ويبدأ ان هو يعمل بس عليها، فتبقى شايفها بالشكل ده، تمام. كاستنج يبدأ ان هو يعمل البث، او ممكن تسطب بقى التطبيق بتاع الميتا على الكمبيوتر. اللي هو دوت اوكيلوس، مجرد ان انت سطبته يبدأ بقى ان هو يقول لك انت عايز من خلال لينك لو انت موصل الكيبل او اير لينك، وقلت له كونتينيو، وهو بقى بيبدأ يربط من خلال ايه، من خلال الحساب بتاعك، تمام. اهو فهتيجي بقى تيجي هنا، خليني افتح الشاشة دي كده، هنا هنيجي بقى نقول له انا عايز سيتنج، وهتدخل من السيتنج هتقول له انا عايز كويست لينك، وتفعل الكويست لينك بحيث ان هو يبدأ يظهر معاك في البرنامج لانش كويست لينك. يبدأ بقى يدور على الكمبيوتر ويبدأ ان هو يحمل. انا هقول له بس ايه انيبل، عارف الجهاز، وقلت له ايه خلاص ابدأ شارك الحاجة ديت على الجهاز. فهو يبدأ يتعرف عليها هوت، ويبدأ يتحكم بقى في الصوت وكل حاجة والدراعين بتوعها وكل حاجة تقدر إن يتعرف عليها بالشكل ده. هو حتى بيقول لي البطارية لازم تشحن، وكونكتد اند اكتف.